أجريمكس المحترمين، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال عز هو عز ويحتل القمة. هذه بزور عز بيت محمي بدون تبريد. مش هقول الكلمة دي تاني لأنني كل البيوت اللي معاي بدون تبريد. فأي فيديو أو صورة اعرفوا إنها بدون تبريد. هذا بيت محمي خيار عز من أجريمكس بدون تبريد. طبعا السنة دي ما نقولش لكم عن درجات الحرارة وقوتها، ولكن ما شاء الله الزرع ماشي والحمد لله بصورة طيبة، لا تبريد لا مراوح لا مخاصر كهرباء، فهذا من فضل الله. ولغاية دلوقتي في ناس ما مقتنعة. تصوير حي مباشر، رغم انني يعني اخذت على نفسي عهد ما اصور، ولكن علشان الناس تستفيد من تجاربنا، لان التصوير هذا بيجيب ضرر. اللهم احفظنا، يعني في ناس بتنظر الاشياء بنظرة بيكون تأثيرها سلبي، وانا تأثرت كثير بسبب هذه الامور، ولكن لابد اني انقل التجربة والارزاق على الله لمن اراد ان يستفيد. ومن ظروفه لا تسمح بتركيب بيوت محمية مبردة وتكلفتها عالية فعليه بهذا النظام. منا لغاية البوابة بتاعت البيت، ودني هخرج منها لا في تبريد ولا في شيء. بذور عز من أجريمكس.